تواصل محافظة قنا استلام الأقماح، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال محصول القمح هذا العام باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية. وقال وكيل وزارة التموين بقنا أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة خلال الموسم الحالي بلغت 101 ألف فدان، ومن المتوقع توريد 200 ألف طن قمح خلال الموسم الجاري. الأمور ميسرة جدا للمزارعين. أيضا القيمة المالية للمزارعين ثمن القمح في خلال 48 ساعة بيكون تم صرفه من خلال الجهات المسوقة، ولم توجد أي عقبة بالنسبة لصرف المبالغ المالية للمستحقين المزارعين أو التجار أو موردي القمح بأي شكل من الأشكال خلال 48 ساعة، ولا ترد شكوى حتى الآن بالنسبة لمديرية التموين والتجارة الداخلية عن سبب تأخير المبالغ المالية المستحقة للمزارعين عن توريد القمح أو التجار أو موردي القمح. بيتم الاستلام طبقا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح موسم 2022 عن طريق اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري المكونة من عضو من التموين وعضو من الزراعة وعضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعضو من الجمعية العبانية وأمين العهدة الخاص بالصومعة. محصول السنة دي يعني بالصلاة على النبي يعني جايب ومحصول كويس، يعني السنة دي المحصول نفسه والإنتاج بتاعه حلو، السنة دي ما فيهوش أي مشاكل، يعني المحصول نفسه يعني